بهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة هالة الأنصارية الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. أهلا بك في نشرة الثالثة. طبعا ما هي انطباعات سعادتكم حول الأجواء التي سادت مناقشة تقرير مملكة البحرين الرابع حول اتفاقية السيداو، وكيف لمستم التفاعل مع اللجنة الأممية؟ مرحبا أختي سهير، وإذا استمحين لي قبل توضيح انطباعاتنا كمشارك في أعمال مناقشة تقرير البحرين أمام لجنة السيداو، ودي على عجالة أن أتطرق للاستعدادات والتحضيرات المكثفة اللي قام بها الفريق المكلف بذلك. الوفد ضم مثل ما شفتوا نخبة من الشخصيات من أصحاب الاختصاص والخبراء في مجالهم، ويمثلون كافة السلطات والقطاعات ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية. وكان الهدف الرئيسي من هالمهمة الوطنية أن نتمكن كوفد من نقل صورة موضوعية وواقعية لتوضيح الجهود الاستثنائية اللي تقوم بها البحرين سواء تشريعيا أو ميدانيا لمتابعة تقدم المرأة البحرينية واستدامة مثل هذا التقدم. وحرصنا كذلك على أن نوضح طابع العمل المؤسسي للمجلس الأعلى للمرأة منذ أن تم تأسيسه حتى اليوم، وكيفية إدارته للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. وطبعا ما دار في جلسة أمس التي طبعا استغرقت عدة ساعات، والحمد لله تم اختصارها على فكرة إلى ساعة ونص، لأن قدر الوفد أنه هو يوفر كافة الردود المطلوبة. فكل ما قدمناه أمس هو امتداد لما أرسل من مواد عديدة بحسب متطلبات اللجنة، وقمنا على مدى 6 أسابيع تمهيدا للمناقشة بتحضير المزيد من المعلومات والبيانات المحدثة، إلى جانب التحضير للكلمة الرئيسية اللي تهتم بها اللجنة كثيرا. وكذلك حرصنا ان احنا نقدم عروض مصاحبه تبين اهم المؤشرات اللي ممكن ان هي تعزز من موقف مملكه البحرين اثناء المناقشه. وبناء على ما قدم من مضمون، لمسنا طول فتره المناقشه ارتياح اعضاء اللجنه وتقديرهم للجهد المبذول، وكل تساؤلاتهم واستفساراتهم كانت يعني طرحت بشكل مهني وموضوعي، واهتموا بالتطورات التشريعية اللي تحصل في مملكة البحرين، وكيف قدرت الجهات والمؤسسات المختصة أنها يعني تتابع تنفيذها من خلال قرارات نوعية، وكيف قدرنا كذلك نطور الخدمات المختلفة ذات العلاقة بمثل هذا التطور التشريعي. واللجنة بعد اهتمت بالخطة الوطنية، يعني ركزوا على منهجيات عملها، ركزوا على منهجيات تقييمها، اهتموا كثير بتوجه مملكة البحرين في احتساب مؤشر وطني واحد يقيس الفجوة بين الجنسين. وودهم أن يطلعون على تفاصيل هذا التقرير اللي يتم بالتعاون بين الحكومة الموقرة والمجلس الأعلى للمرأة لمتابعة ومراقبة الخطط بشكل علمي لضبط مستويات التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة في التنمية. ومثل هالانطباعات الحقيقة اللي وردت من اللجنة بشكل مبدئي، لجنة بوزن لجنة السيداو، هي الحقيقة انطباعات مطمئنة وتبعت على الارتياح. وتأكد اليوم على سلامة توجهات الدولة لتكون مركز للخبرة النوعية في مجال تمكين وتقدم المرأة ليس فقط وطنيا بل حتى على المستوى الدولي. نعم، إذا سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، شكرا جزيلا لك.